اهلا بكم وفيديو جديد مع دكتور ميك. استيل احنا بنشرح فيه ايه دي كونتامينيشن، والفيديو اللي فات اتكلمنا عن الكليننج وكنا خلصنا الكليننج ودخلنا على تاني بروسيس وهي كانت الديس انفكشن، وقلنا ان الديس انفكشن فيها الفيزيكال ميثودز والكيميكال ميثودز، وكنا شرحنا كمان الفيزيكال ميثودز وباقي معانا الكيميكال ميثودز. فأحب أفكرك بالدياجرام اللي حطيناه الفيديو اللي فات، وده بيلخص الديكونتامينيشن. فزي ما حضرتك شايف كده، قلنا الديكونتامينيشن فيها ثلاثة بروسيس: الكلينينج والديسنفكشن والاسترلايزيشن. فالكلينينج خلصناها، والديسنفكشن أخذنا منها الفيزيكال ميثودز وكانت المويست هيت والفلتريشن واليو في. أما النهاردة حنتكلم عن الكيميكال ميثودز، وهي عبارة عن الكاتيجوريز بتاعت الكيميكال ديسانفكتنت، وهم ال LLD وال ILD وال HLD، وكمان باقي ال related points للكيميكال ميثودز. فالنهاردة ان شاء الله هنخلص الديسانفكشن، ويبقى معنا الفيديو القادم ان شاء الله الاستيرلايزيشن. فالنهاردة هنوضح الكاتيجوريز بتاعت الكيميكال ديسانفكشن والانواع المختلفة اللي هي related ليها، وكمان هنشوف ايه هي الكيميكالز اللي بتستخدم از انتيسيبتكس، وهنختم الفيديو ان شاء الله النهارده بتيبل. التيبل ده بيوضح ايه بعض البروسيدجرز لبعض الايتيمز اللي محتاجه ديفرنت ديسانفكتنت او انتيسيبتكس. كل ده هنوضحه بعد الفاصل. اهلا بيكم. قلنا في الفيديو اللي فات ان الديسانفكشن هي العمليه اللي بتعمل اليمينيت لكل الباثوجينيك مايكرو اورجانيزمز او العديد منها بليفل. الليفل ده ما بيبقاش هارمفول للهيلث، وكمان بيبقى سيف انك انت تستخدمه، وفي نفس الوقت مش من الضروري ان هو انكلود الديستراكشن بتاع البكتيريال سبورز. فزي ما قلنا قبل كده ان الكلينينج والديسانفكشن ما بيعملوش ديستراكشن للبكتيريال سبورز. والنهارده خلينا نكمل الديسانفكشن خاصه الكيميكال ميثودز، وعاوزين نبتدوا بالكاتيجوريز بتاعه الكيميكال ديسانفكشن، وهي بتنقسم الى ثلاث انواع رئيسيه. اول حاجه بيطلق عليها لو ليفل ديسانفكشن، او بيطلق عليها ال LLD، ودي عبارة عن agents او chemical agents بتستخدم علشان تعمل ال cleaning process، عشان كده بيطلق عليها low level disinfectant، زي بعض المواد الكيميائية اللي بيطلق عليها quaternary ammonium compounds او بيطلق عليها ال QUATS، زي ما حضرتك شايف كده في الصورة اللي هو الكلوراكس، وده طبعا عبارة عن منتج مشهور عندنا وفي بيوتنا كلنا، هو ده احد انواع ال QUATS. وتاني كاتيجوري او نوع من الكيميكال ديسانفكشن بيطلق عليه انترميديت ليفل ديسانفكتنت، او بيطلق عليه ال ILD، ودي برضو عباره عن انواع من الكيميكال ايجنتس اللي بيها بتعمل ديستروي لكل الفيجيتاتيف بكتيريال سيلز، ولكن ما بتعملش ديستروي للبكتيريال سبورز. زي مثلا اول حاجه عندنا ماده كيميائيه تابعه للانترميديت ليفل ديسانفكشن، يعني عباره عن الديسانفكتنت بتاعها متوسط، زي الكلورين بيزد كومباوندز زي الهايبوكلورايت، وده طبعا بيستخدم الكلورين از ديسانفكتنت، وده بنسبه 1 to 10، وده بيبقى ان اكسبنسيف مش غالي وسريع التأثير، وممكن كمان يستخدم with blood spills، يعني لو في اي blood spills نقط دم او بعض الحاجات المحتاجة disinfectant ممكن تنضفه بالهايبوكلورايد، ولكن بيبقى corrosive وكمان بيبقى الاكتيفيتي بتاعته بتحصل لها decreasing في وجود بعض الorganic matter. وتاني نوع معانا من الانترميديت ليفل ديسانفكتنت هي الانتيسيبتكس، ودي تعتبر موست امبورتنت كيميكال انترميديت ليفل ايجنت، وبتستخدم فور السيرجيكال هاند انتيسيبس، وكمان بتستخدم لتجهيز السكن، عمليه الديسانفكتنت بتاعه السكن اثناء عمليات الجراحيه، وكمان بيستخدم في السيرفكس والفاجينا قبل الكلينيكال بروسيدجرز.
وطبعا ما دام الانتيسيبتكس ده بيستخدم زي في مثلا الميوكس ميمبرينز زي الفاجينا، وكمان بيستخدم للبريباريشن بتاعت السكين قبل العمليات الجراحيه او بعدها، فده معناه ان هو سيف للسكين وكمان للميوكس ميمبرينز. فاحنا عندنا بعض الكيميكال الكومون يوزد از انتيسيبتكس كومباوند، واشهرهم طبعا كلنا عارفينه اللي هو عباره عن الكحول. والالكحول ده يجب ان هو يستخدم بنسبه 70%، انما لو استخدمت هاي كونسنتريت مثلا 100% او 98% الكحول فده مش هياثر في المايكرو اورجانيزم. طب ازاي التركيز العالي مش هياثر؟ لان الليثال افكت للبكتيريا محتاج بعض الووتر موليكيولز، فبالتالي لازم يكون مخفف بميه. فزي ما حضرتك شايف بنستخدم الكحول اللي هو الايثايل او الايزوبروبايل، ممكن تستخدمهم ب 70%. وطبعا دول بيستخدموا للدكتور هانز والبيشنت سكين اس ويل. والالكحول في مشكلتين. اول مشكله في استخدام الالكحول ان هو ما بيعملش بينيتريت للاورجانيك ماتر، والمشكله دي ممكن حلها باستخدام البريور hand wash or skin cleaning. فطبعا عشان نحل المشكلة دي ان احنا ممكن نغسل ايدينا في الاول ونعمل cleaning للسكن وبعد كده نستخدم الالكول. المشكلة التانية اللي بتقابل استخدام الالكول ان هو volatile، بيحصل له تطاير، فبالتالي لما بيتطاير معناها ان وجوده على السكن او في المكان اللي انت بتستخدمه فيه بيبقى shorter exposure time. فبالتالي ممكن نحل المشكله دي بتاعه التطاير ان احنا نضيف عليه بعض الايموليانتس او بعض زي مثلا كده الكريمات او بعض المرطبات مثلا اثناء تحضير الالكهول، وبالتالي تستطيع ان انت تحل مشكله الفولاتيلايزيشن. وتاني ماده معانا وهي عباره عن الفينولز، والفينولز ده بيستخدم برضو از ديسينفكتنت، وده بيطلق عليه highly irritant، يعني بيعمل irritation او هيجان للجهاز التنفسي او ممكن للبيوب الانفيه. ولكن ميزه الفينول ان low concentration بتاعه ممكن يستخدم as antiseptics زي بعض المواد الكيميائيه اللي بتستخدم بتركيزات قليله زي مثلا الهكسارزرسينول، وده بيستخدم او موجود في الماوث ووش از انتيسيبتيك. وكمان في بعض المواد اللي هي بيطلق عليها الكلورينيتد فينولز، فينولز بتحتوي على بعض الكلورين، وده بيستخدم از روت كانال انتيسيبتيك. وكمان في الكلورو هيكسيدين جلوكونيت، وده بيستخدم بنسبه 4%، وده بيعتبر السوليوشن ده كلير وكمان سولوبل فينولك كومباوند، يعني بيدوب. وكمان ميزته ان الافكتيف بتاعه ما بتقلش بوجود الاورجانيك ماتر، وكمان موجود في الماوس ووش والهاند ووش سوليوشنز، وكمان موجود في السافلون اللي معروف لينا وفي بيوتنا، وموجود كمان في المستشفيات. وفي كمان مادة ثالثة بتستخدم as antiseptics بعد الالكهول والفينولز، ما عندنا اللي بيطلق عليها الايودوفورز. والايودوفورز دي عبارة عن chemical compounds بتحتوي على ايودين، ودي بتستخدم بتركيزات حوالي 10% من 3 ل 5 minutes زي المطهر المشهور عندنا كلنا، وهو عبارة عن البيتادين. والبيتادين احد المركبات اللي بتحتوي على الايودين، وده نون ريتنت، يعني ما بيعملش هيجان للجهاز التنفسي او مثلا للجيوب الانفيه، او مثلا ما بيعملش للسكين ريتيشن، وكمان نون توكسيك. والافكتيفنس بتاعتها ممكن يحصل لها بعض الريدكشن في وجود الاورجانيك ماتر. وكمان له ميزه اخرى ان هو ممكن يستخدم للميوكوس ميمبرينز. وتالت كاتيجوري بقى معانا النهارده للديسنفكشن، وهي عباره عن الهاي ليفل ديسنفكتنت، والليفل ده بيعتبر التوب بتاع الديسنفكشن.
فهذا النوع من الديسانفكتنت ده بيستطيع ان هو يأكل بعض البكتيريا والفيجيتاتيف سيلز والفانجاي وكمان بعض الفيروسات وكمان بعض some bacterial spores. عشان كده بنقول ده التوب بتاع الديسانفكشن. وطبعا بيستطيع انه يقتل البكتيريا السبورز لو استخدم ليه في sufficient concentration وكمان under suitable conditions. وطبعا الـ High Level Disinfectant دي وهذه العملية بتستخدم commonly used for the بعض الـ equipments اللي هي heat-le-bile. heat-le-bile معناه ان هي ممكن تتأثر باستخدام الحرارة، فبالتالي محتاجة طريقة اخرى تستخدم لعملية الـ Disinfection زي مثلا الاندوسكوبس، والاندوسكوبس دي عبارة عن المناظير الجراحية، فدي طبعا ما بتستخدمش لمرة واحدة، لا ده انت لازم تستخدمها بعد ما تخلص المريض ده، تستخدمها المريض تاني وتالت وهكذا. وطبعا بعد ما تستخدمها للمريض محتاجة انها يتعمل لها disinfection وتبقى جاهزة طبعا للمريض اللي بعد كده وهكذا. فبالتالي حاجة زي الاندوسكوبس او زي الاندوسكوبس لو عاوز تعمل disinfection او high level disinfection لأي object تاني يجب ان هو يتعمل له completely submerged، يعني يتنقع تماما في disinfectant solution لمدة كافية من الوقت، وبعد كده بيحصل له washing باستخدام sterile boiled water، يعني عبارة عن مية مغلية ومعقمة، وبعد كده بيحصل له dry، وبعد كده بيتشيله ل next patient. واحد هذه ال high level disinfectant chemicals زي الجلوتالدهايد، وده بيطلق عليه Sidex، وده بيستخدم بنسبة 20% لمدة 20 minutes for example، إذا حبيت تعمل disinfection لبعض الاندوسكوبس. وكمان في الهيدروجين بيروكسيد، والهيدروجين بيروكسيد ده موجود عندنا اللي هو بنسموه احنا ماء الأكسجين، وده بيستخدم بنسبة حوالي من 6-7.5% لمدة 20-30 minutes. وكمان في مادة ثالثة بيطلق عليها البيراسيتيك أسيد أو البيروكسي أسيتيك أسيد، ودي بتستخدم بنسبة 2%. والمادة دي لها rapid effect against all the microorganisms، وكمان لها بعض الـ advantages زي مثلا ان هي lack harmful decomposition products، وكمان leaves no residue، ملهاش اي بقايا تكون مثلا toxic او harmful، وكمان بتظل effective في وجود حتى الـ organic matter. وكمان ليها ميزة اخرى انها بتأثر على البكتيريا السبورز، علشان كده بيطلق عليها ان ليها افكت بيطلق عليه سبور سيدال افكت، او ان هي مبيدة للسبورز، او انها بتستطيع انها تقتل السبورز. ودي كانت الثلاثة كاتيجوريز بتاعت الكيميكال ديسينفكشن. ودلوقتي فاضل معانا حاجة أخيرة في الفيديو معانا النهاردة، وهو عبارة عن تيبل يلخص ويوضح كل الارتيكلز أو الايتمز اللي محتاجة disinfection أو antiseptics. فلو بصيت للتيبل ده هتلاقي مثلا عندك الفلورز والوولز، طبعا ممكن تعمل لها disinfection باستخدام الديترجنت وكمان عن طريق الفاكيوم كلين. اما التري والفود بريبريشن ارياز والاسطح كمان كلها دي ممكن تستخدم فيها الهايبوكلورايد لعمليه الديسانفكشن. اما بقى اماكن زي مثلا البيزن والباث زي الحمامات يعني والاحواض، فدي طبعا بتستخدم للديسانفكتن بتاعها ديترجنتس مع كمان فينوليك كومباوندز، وكمان ممكن تستخدم بعض الهايبوكلورايد. اما السكين ففي بقى بالنسبه للوورد ستاف هاندز ممكن بيستخدموا طبعا السوب وكمان مع الميه وكمان الكحول، لازم يمسح ايده بي طبعا بالكحول. اما السيرجن هاندز فده طبعا بتستخدم برضو السوب والميه وكمان شويه كحول او بيتادين. اما البيشنت سكين في الاوبريشن بتعمل موب كلين للسكين، يعني بتمسح بالالكوهول او بالبيتادين. وكمان البيشنت سكين قبل الفين بانكشر
فده برضو بتستخدم برضو طبعا الكحول او البيتادين. اما الكلينينج بتاعت الجروح والبيرنز فده بتستخدم تمسح برضو السكين بالكحول او ميبي بيتادين لو عندك، او ممكن كمان هيدروجين بيروكسايد. اما بقى الاندوسكوبس والاناستيك اكويبمنتس دي ومواد التخدير وكل الحاجات دي طبعا بتعمل لها ديسنفكشن باستخدام الجلوتردهايد 2%. اما بقى الترموميترز اللي بتستخدم للمرضى فدي طبعا بتستخدم لها الكحول 70% وبتعمل لها طبعا دراي. اما السولد انسترومنت بالاتش بي في اللي هي بعض الانسترومنتس اللي حصل لها تلوث بفيروس الهيباتيتس بي فيروس، يعني عبارة عن ملوثة، الانسترومنت دي ملوثة بدم في هيباتيتس بي فيروس، فده تستطيع انها تعمل لها ديس انفكشن عن طريق السيدكس 2% او هايبوكلورايد 10% لمدة 10 مينوتس. اما الرابر كاتترز دي فهي عبارة عن اللي هي اللي بيسموها الاسطرة او التيوبس بتاعت الاسطرة دي، فدي بتعمل لها طبعا عملية ديس انفكشن عن استخدام البويلينج لمدة 10 دقائق، او انك ممكن تعمل لها اميرجن داخل مادة السيدكس 2% لمدة 10 دقائق، وبعد كده تغسلها بستيرايل ووتر. واخر ايتم معانا في التيبل ده عبارة عن الدور هانس اللي هي الاكر بتاعة البيبان بتاعة البيشنس، فده تستطيع ان انت تعمل لها ديسنفكشن باستخدام الهايبوكلورايت 1%. وده كانت نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة ونهاية الديسنفكشن. الفيديو القادم ان شاء الله هناخد بقى تالت مرحلة في الديكونتامينيشن وهي عبارة عن الاستيريلايزيشن. اتمنى تكونوا استفدتم ولو بحاجة بسيطة، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشكركم وربنا يوفقكم والسلام عليكم.